السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. حبيت ندير لكم فيديو صغير على البلوك تاع الماء اللي هو على الثقب. نديروا الثقب هذا واش الدور تاعو؟ راه مسقساوني بزاف في الكومونتير واش خدمتو. هذا خدمتو، نفترض وراك فتحت الروبيني تاع سخون، دخل الماء منا وخرج، راح سيربون تاع واش عليك بالشوفون تاعك وغلقت الروبيني. راك غلقت الروبيني اوتوماتيكمون راح يكون ضغط في لافريسيو، راح يكون ضغط. هذاك الضغط وين راح يروح؟ هذا البلوك لا ممبرا تكون دافعه لاكس، هذا البلاطو، البلاطو هذا اللي فيه اللاكس، هذا هو ان شاء الله راه يبان. هذا اللاكس واش يدفع لنا هذا اللاكس تاع الغاز باش يشعل لك الشوفون تاعك. كي تغلق الروبيني نفترضوا هذا الثقب راه مغلوق ما كاش، اوتوماتيكمون راح يكون الضغط تحت لا ممبرا، راح يكون الضغط تحت لا ممبرا، تبقى مانديك يا لا ممبرا دافعه لنا هذا البلاطو، ويبقى شوفو تاعك شاعل. هذا سبب من الاسباب اللي يخلي الشوفون تاعك شاعل. الموضوع تاعنا ماهوش هذا هو اليوم، الموضوع تاعنا الثقب هذا واش الدور تاعو. كي تغلق الروبيني اوتوماتيكمون قلنا راح تكون كاينه ضغط في لاستالاسيون، هذا الثقب واش يدير؟ الماء اللي يكون هنايا تحت لامومران راح يخرج من الثقب هذا اللي هنايا ويجينا في الثقب هذا الصغير ويخرج منا، يخرج منا يعاود يولي الماء فوق لامومران، يهبط بلاطو هذا اوتوماتيكمون راح تكون يدفعوا اللاكس تاع الغاز باش يرجع الوضعيه تاعو الطبيعيه، وهذا الضغط اللي يكون تحت لامومران راح يولي فوقها، ثم يعاود يهبط لامومران ويعاود تعاود تولي كل حاجه في بلاصتها. لو كان يكون هذا مثلا يكون مغلوق، الشوفون تاعك راح يبقى شاعل قبالة، الضغط راح تاع الماء لابريسي راح يبقى تحت لامومران، يبقى دافع لك هذا البلاطو هكذا خاوتي. هذا هو الدور نتاعو، هذا لابريسيو اللي تكون تحت لامومران، كي تغلق الروبيني الماء يخرج منا يخرج ويدخل في الثقب هذا ويخرج من الماء راح يولي فوق لامومران يعاود يرجعها للوضع نتاعها الطبيعي. هذا هو الدور خوتي تاعو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. والخطر راهي طولنا عليكم شويه، ان شاء الله نعاود نوليو. وكاش استفسارات ولا بحثونا يسمحوا لنا لو ما رجعنا لهمش وكذا، كاين واحد الاسئله راهي تتكرر بزاف، تبعوا غير الفيديو ان شاء الله وكل حاجه جيت تدريجيا. يعطيكم الصحة خوتي، السلام عليكم.